مسكونة بالجن أم أنها تسعى للفت الانتباه؟ قام راكب في أدمونتون ألبرتا بتصوير نوبة فزع هذه الفتاة. لا أحد يعلم بما كانت تفكر هذه الفتاة، ولا حتى إن كانت مسكونة بالجن أم لا، لكنها بالتأكيد فقدت عقلها. لا تلمسوا بقائق البطاطا الخاصة بذلك الرجل. يا إلهي، لقد لمستها. أيتها الفتاة، لا تلمسي شعرك. الآن عليها التعامل مع الجانب المظلم لهذا الشاب. أتت الملائكة الزرقاء لتعتقل كليهما. هل تعتقد أنها مسكونة حقا أم أنها تعاطت بعض المخدرات؟